أعلن رئيس لجنة طوارئ بلديات شمال غزة في مخيم جباليا وبيت حانون منطقة منكوبة داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل، وأكد أنه تم تدمير 35 بئرا للمياه والمدارس ومرافق الأونروا، وقال إن المجاعة الوشيكة باتت تهدد شمال غزة، كما تم تدمير 50,000 وحدة سكنية إضافة لتجريف شبكات الصرف والطرقات بمعظم بلديات شمال غزة. Yeah, I mean to wish you well.